السلام عليكم شباب قناة مصر وطن عربي، معكم محمود السرنكاوي. النهارده في حلقتنا هعرض عليكم مجموعة تمارين هتساعدكم في انكم تتخلصوا من الدهون المتراكمة في الجسم، وكمان التمارين دي هتساعدكم انكم تحصلوا على جسم متناسق ورشيق ومشوق بنفس الوقت. قبل اي حاجه وسيب، احنا متعودين دايما ما تنسوش انكم تعملوا لايك وسبسكرايب وشير للقناه وشير الفيديو لو عجبكم عشان خيركم يستفيد. يلا بينا نبدا الفيديو. طبعا كلنا عارفين ان معظم البنات او الشباب ما بيبقاش عندهم الوقت الكافي انهم يروحوا الشم او الصاله الرياضيه او اي مكان رياضي، لان وقتهم بيكون ضيق جدا بسبب شغلهم او دراستهم او اي حاجه تانية بتشغلهم في حياتهم. واغلبهم بيتمنوا ان جسمهم يبقى متناسق ورشيق ومشدود بنفس الوقت، وعشان كده انا قررت اعمل مجموعه تمارين منسليه وعرضها عليكم. والهدف من التمارين دي انها تساعدكم في انكم تتخلصوا من الدهون المتراكمه في الجسم بالكامل، وكمان هتخلي جسمكم صافي تماما من الدهون. ومش بس كده، لا، التمارين دي برضو هتخلي جسمكم متناسق ورشيق ومشدود بنفس الوقت. دلوقتي هنعرف مع بعض ايه هم التمارين دي، يلا بينا. ودلوقتي زي ما انتم شايفين احنا هنعمل مع بعض تمرين الاول، بس من قبل ما نشوف التمرين ده مع بعض خلينا اقول لكم ان كل التمارين اللي احنا هنعملها مع بعض او اللي احنا نشوفها مع بعض الهدف منها انها بتساعد وبتساهم في حرق الدهون المتراكمه في الجسم، وكمان بتخلي جسمكم صافي تماما من الدهون. ومش بس كده، كمان هتخلي جسمكم متناسق ورشيق ومشدود بنفس الوقت. برضو من قبل ما نشوف التمرين الاول مع بعض احب اقول لكم ان التمارين اللي انا هعملها دي او اللي انتوا هتشوفوها هتقدروا تعملوها 4 ايام في الاسبوع، يعني يومين تمرين ويوم راحه، يومين تمرين ويوم راحه. وانا بوعدكم وبتمنى لكم انكم بعد اسبوعين بالظبط هتلاقوا تغير ملحوظ بشكل كبير جدا، وكمان هتحسوا ان جسمكم بدا فعلا يبقى شكل متناسق ومشدود ورشيق بنفس الوقت. لان طبعا معروف ان بعد عمليه حرق الدهون بيحصل ترهلات، تمام؟ والتمارين او كل التمارين اللي انا هعرضها عليكم برضو هدفها انها مش بس هتحرق الدهون، لا، التمارين دي كمان هتتخلص من الترهلات اللي بتحصل بعد عملية حرق الدهون، وبكده يبقى جسمكم هيبقى متناسق ورشيق ومشدود بنفس الوقت. والهدف من التمرين الاول اللي احنا نشوفه مع بعض ان هو بيتخلص من الدهون المتراكمة في منطقة الفخاد، سواء الامامية او الخلفية او الجانبية، وكمان في منطقة السمانة او منطقة ساق بطة الساق، تمام؟ وكمان التمرين ده بيعمل على شط الترهلات اللي بتبقى موجوده في منطقه الصدر او في منطقه الظهر، بتبقى تحت هنا اللي هي بتبقى الترهلات اللي بتبقى موجوده اسفل الصدريه واسفل الحمالات. والتمرين ده هنعمله مع بعض 4 مجموعات في 20 عدة، يعني اول مجموعه من 1 لحتى 20 ونريح نص دقيقه، المجموعه الثانيه من 1 لحتى 20 ونريح نص دقيقه، المجموعه الثانيه من 1 لحتى 20 ونريح نص دقيقه، المجموعه الرابعه برضو من 1 لحتى 20 ونريح نص دقيقه. والتمرين الثاني هيكون برضو بنفس الشرح التمرين الاول، ولكن ممكن يختلف في العدد او يختلف في عدد المجاميع. تابعوني. وبعد ما عملنا مع بعض التمرين الاول هندخل دلوقتي على التمرين الثاني. والهدف من التمرين الثاني ان هو بيساعد على زياده معدل حرق الجسم، وكمان بيساعد على حرق الدهون، وكمان بيشد الترهلات اللي بتحصل بعد عمليه حرق الدهون. والتمرين ده برضو استهدافه بيكون نفس استهداف التمرين الاول، ولكن بشكل اعلى شويه، والمقاومه بتاعت التمرين ده اعلى بكتير، لان زي ما قلت لكم بيساعد على زياده معدل حرق الجسم، وبالتالي بيتخلص من الترهلات اللي بتحصل بعد عمليه حرق الدهون. والتمرين ده هنعمله مع بعض 4 مجموعات في 15 عده، تابعوني. وبعد ما عملنا مع بعض التمرين الاول والثاني هندخل دلوقتي على التمرين الثالث. والهدف من التمرين الثالث ان هو بيحرق دهون متراكمه في منطقه الفخاد الاماميه والخلفيه والجانبيه، وكمان بيركز على منطقه السمانه بنسبه 30% او 40%، وكمان بيشد الترهلات اللي بتحصل بعد عمليه حرق الدهون. التمرين ده هنعمله مع بعض 4 مجموعات في 20 عده، تابعوني.
ودلوقتي زي ما انتم شايفين بعد ما عملنا مع بعض تمرين اول وثاني وثالث، هندخل دلوقتي على تمرين الرابع. والهدف من التمرين الرابع ان هو بيتخلص من الدهون المتراكمه في منطقه البطن السفليه، وكمان بيتخلص من الدهون المتراكمه في منطقه الارداف، وبيعمل على شد الترهلات اللي بتحصل بعد عمليه حرق الدهون في منطقه البطن السفليه وفي منطقه الارداف. والتمرين ده هنعمله مع بعض 4 مجموعات في 20 عده. تابعوني. ودلوقتي هندخل على التمرين الخامس. والتمرين الخامس استهداف ونفس استهداف التمرين الرابع، بيركز فقط على حرق الدهون المتراكمه في منطقه البطن السفليه، وكمان بيركز على حرق الدهون اللي بتبقى متراكمه في منطقه الارداف، وبيتخلص من الترهلات برضه اللي بتبقى موجوده بعد عمليه حرق الدهون. والتمرين ده هنعمله مع بعض 5 مجموعات في 20 عده. تابعوني. وبكده بقى احنا خلصنا حلقتنا النهارده. زي ما احنا متعودين دايما، اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار يا ريت يعلق كومنت تحت واكتب عليه بأقرب وقت، او تقدر تتواصل معايا على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، يوتيوب، فيسبوك، تويتر، انستجرام. ان شاء الله مش هتاخر عليكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك وسبسكرايب وشير للقناه وشير الفيديو لو عجبكم عشان خيركم يستفيد، وكمان ما تنسوش انكم تتفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تستفيدوا منها. واتمنى انكم تتعاونوا وتتفاعلوا معايا عشان بفضلكم بعد فضل ربنا هوصل لحلمي. السلام عليكم.